أفضل مشروب طاقة طبيعي، نص لتر حليب، قهوة سريعة الذوبان معلقة صغيرة، كاكاو خام معلقة صغيرة، شوفان 3 ملاعق طعام كبيرة، مكعبات الثلج، وبنوضع بديل السكر واختياري، ممكن نوضع عسل، أنا وضعت قليل من الستيفيا، ممكن نوضع عسل، ممكن نوضع تمر. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.